أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم السبت 21 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. اليوم بيبدأ والقمر موجود في برج الثور وبيفضل طول اليوم في برج الثور. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري موجود في الجوزاء، والمريخ في السرطان، والشمس وعطارد في العذراء، وفينوس في الميزان، وبلوتو بيتراجع في الجدي، وزحل ونبتون بيتراجعوا في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر موجود في المنزل الثاني ده طول اليوم، فده بيخلي تركيزكم أقل، فأنتم محتاجين في اليوم ده أنكم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها. لو عندكم شغل خدوا بالكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم، كمان في الحسابات في البيع والشراء في الفلوس خدوا بالكم ما تتسرعوش، وحاولوا تفرملوا مصاريفكم، ويعني ما تتسرعوش في الحسابات عشان ما يحصلش أي خسائر تعمل يعني أي خسائر في الفلوس ترجعوا تندموا عليها. نروح للثور ومواليد الثور. القمر موجود في برجكم طول اليوم، فطبعا وجود القمر في برجكم بيديكم ثقة بالنفس أكتر، بيديكم سحر وجاذبية أكتر، وتقدروا تاخدوا قرارات سليمة وتمشوا كل المواقف في اتجاه مصالحكم، يعني هتكونوا مسيطرين على كل المواقف، وتعرفوا تفرضوا إرادتكم بذكاء. كمان تعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء. القمر مازال في وضع يعني يخلي طاقتكم البدنية قليلة، فأنتم محتاجين أنكم تاخدوا وقت كافي من الراحة لأنه الطاقة ما هياش كبيرة. محتاجين كمان أنكم تنظموا جهودكم عشان يعني تحطوا كل وقت تستغلوه صح وتستغلوا كل جهد مظبوط. مهم كمان أنكم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، تشتغلوا في صمت، وبلاش تتكلموا عن خططكم ولا عن أفكاركم ولا أخباركم. نروح للسرطان ومواليد السرطان. القمر عندكم في وضع داعم في منزل المشروعات، ده كمان منزل الأصدقاء، وبالتالي اليوم ده هايل في الشغل ومع الأصحاب، فلو عايزين تحضروا لخروجة حلوة تجمعكم بالأصحاب هتستمتعوا بوقتكم أكتر. كمان وقت مناسب لعمل صداقات موفقة، وفي الشغل تقدروا تعملوا تنمية لأعمالكم أو لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة، ولو كنتوا في وظيفة كمان تعرفوا تحصلوا بسهولة على دعم من الزملاء والرؤساء في الشغل. نروح للأسد ومواليد الأسد. طول اليوم القمر ما زال في وضع معاكس معاكم، فلازم تشتغلوا بدقة وتنظموا أولوياتكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم، وحاولوا كمان تحافظوا على اللباقة في التعامل مع الزملاء والرؤساء في الشغل. نروح للعذراء ومواليد العذراء. القمر في وضع داعم بيديكم يوم من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده، لأنه القمر في منزل الحظ بيدعمكم على كل الأصعدة، فعندكم ثقة بالنفس، عندكم رؤية أوضح لمستقبلكم، تعرفوا تاخدوا قرارات سليمة، وعندكم كمان تركيز يساعدكم تحصلوا معلومات كتير، وده يخليكم تعملوا تطور في مستواكم المهني. عندكم كمان حظ في السفر جدا، لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر سواء شغل أو فسحة هتكونوا موفقين، أو حتى حظ في التخطيط للسفر. نروح للميزان ومواليد الميزان. اليوم كله عندكم حسن إدارة للنواحي المالية، فهو يوم يعتبر حلو في اتخاذ قرارات كويسة في البيع أو في الشراء، أو تلاقوا عندكم أفكار ملهمة تساعدكم تزودوا مدخرات أو أملاك. عندكم كمان رؤية أوضح للمستقبل تساعدكم أنكم تخططوا حلو لمستقبلكم المهني.
نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب، القمر في مواجهة برجكم، فخدوا بالكم طول اليوم انه ده وقت مش مناسب للمغامرة، ولازم تكونوا واخدين بالكم من حقوقكم طول الوقت. مهم ما توقعوش اي اوراق او عقود، وضروري كمان ما تغامروش في بيع او شراء او في قرارات مصيرية في الشغل او في الحياة الشخصية. وفي الحركة وفي السواقة اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح للقوس ومواليد القوس، عندكم القمر في منزل الصحة الإيجابي، بيديكم طاقة ونشاط، وتقدروا انكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم. كمان عندكم إصرار انكم تعملوا الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح للجدي ومواليد الجدي، القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وبيديكم كمان فرص انكم تستمتعوا بوقتكم عاطفيا لو انتم مرتبطين، تعرفوا تعملوا حالة انسجام وتوافق اكتر مع الطرف الاخر. كمان لو عندكم شغل هتعرفوا انكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. ولو عندكم أولاد هو يوم هايل للتواصل وللتفاهم بصورة أفضل مع أولادكم. نروح بعد كده لبرج الدلو، مواليد الدلو، عندكم طول اليوم القمر في وضع معاكس، بيخليكم عرضة لسوء تفاهم مع حد من الأهل أو القرايب أو الأصحاب، فحافظوا على اللباقة وبلاش تدخلوا في أي مناقشات تعمل لكم صدام مع اللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت، القمر في منزل العلاقات، يسعدكم جدا على كل الأصعدة انكم تقووا علاقتكم باللي حواليكم، سواء في العيلة او مع الأصحاب او في الشغل مع الزملاء والرؤساء في الشغل، وكمان عاطفيا. فأشوف انه يوم حلو ما ترفضوش فيه اي دعوات اجتماعية او عائلية او مهنية او عاطفية توجه ليكم، لانه من خلال العلاقات واللقاءات هتظهر لكم فرص حلوة، وتعرفوا كمان انكم تقنعوا اي حد باي فكرة عندكم، وتعرفوا تتفاوضوا كمان على اي حقوق ليكم. ان شاء الله يكون يوم حلو على كل الابراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.